أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي أهمية اطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته إزاء الانتهاكات الحوثية لحقوق الإنسان بما فيها القيود المفروضة على انتقال الأفراد والسلع وأنشطة القطاع الخاص والحريات العامة والإجراءات التعسفية بحق البنوك والغرف التجارية. وجدد الرئيس العليمي أثناء لقائه السفير الأمريكي ستيفن فاجن تأكيد التزام المجلس والحكومة بخيار السلام العادل والشامل، مؤكدا أن دعم الإصلاحات الاقتصادية والخدمية الحكومية هو الطريق الأمثل لتعزيز فرص السلام وتخفيف المعاناة وتحقيق تطلعات الشعب في استعادة مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار والتنمية. وفي اللقاء اطلع الرئيس العليمي من السفير فاجن على مسجلات الاتصالات الأمريكية والدولية لإحياء العملية السياسية في ظل استمرار تعنت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، لافتا إلى التقارير التي تشير إلى احتمالات تدفق العديد من شحنات الوقود المهرب إلى موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية وتداعيات ذلك على فرص التهدئة المنشودة في اليمن. وضمن هذا المسار شدد رئيس حكومة المناصفة الدكتور معين عبد الملك على ضرورة إيجاد مسار إقليمي ودولي عاجل لدعم إجراءات الحكومة وخططها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتفادي التبعات الخطيرة للهجمات الإرهابية الحوثية على موانئ تصدير النفط وتأثير ذلك على الوضع الإنساني. وأعرب رئيس الوزراء خلال لقاء بالرياض السفير الأمريكي ستيفن فاجن عن ثقته بقيام الولايات المتحدة الأمريكية بدور فاعل في حث المجتمع الدولي والمنظمات والجهات المانحة على الدعم عاجل الحكومة والضغط على ميليشيا الحوثي وداعميها من أجل التعاطي الجاد لإنهاء المعاناة الإنسانية، مجددا التأكيد على تعامل الحكومة الإيجابي مع الجهود والتحركات الأممية والدولية لإحلال السلام ومتطرقا إلى تطورات إنقاذ خزان النفط صافر وحرص الحكومة على إنجاح عملية الإنقاذ. بدوره جدد السفير الأمريكي موقف بلاده الداعم للحكومة والحرص على تقديم كل أوجه الدعم الممكنة لها للقيام بمسؤولياتها. وبشأن التحركات السياسية، عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية اجتماعا مع رئيس حكومة المناصفة في العاصمة السعودية الرياض عقب اجتماعها المشترك مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي. وتطرق الاجتماع مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية المقيمين بالخارج تطرق إلى الأوضاع التي تمر بها المحافظات المحررة والملفات التي تعمل عليها الحكومة في الداخل. وأكد الاجتماع على أهمية التعاون الوثيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتفعيل الدور الرقابي من أجل دعم جهود مكافحة الفساد وتلبية احتياجات المهمة للمواطنين في الجوانب المعيشية والخدمية، وأكد ضرورة تصحيح الأخطاء والاختلالات القائمة وتعزيز دور البنك المركزي والحفاظ على استقلاليته والإسراع بتشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات وهيئة مكافحة الفساد وكذا الهيئة الخاصة بالشهداء والجرحى. وذكر متابعون للشأن المحلي أن عودة مجلس النواب والكتل البرلمانية في عقد الاجتماعات جاءت بعد غياب لأعضاء تلك السلطات الحكومية والغائبين عن تأدية مهامهم وأعمال سلطات الدولة من العاصمة عدن، كما وتأتي هذه التحركات الآنية في ظل الزخم السياسي الذي تشهده العاصمة السعودية الرياض للمكونات والأحزاب اليمنية الباحثة عن مصالحها الحزبية في المرحلة القادمة. وفي هذا الصدد قال رئيس هيئة التشاور المصالحة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي رئيس الهيئة الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي محمد الغيثي في تغريدة له على حسابه إن إشارة بعض سفراء الدول الراعية للعملية السياسية إلى دعم الوحدة اليمنية لا يخدم تماسك ومتانة مجلس القيادة الرئاسي أبدا حد وصفه. وأكد الغيثي أن المجلس الرئاسي بني على أساس شراكة لم تحدد مشروعا أو نظاما سياسيا متفقا عليه كحل نهائي، معتبرا تكرار هذا الموقف مناف تماما التزامات الفاعلين الدوليين تجاه مجلس القيادة والشرعية أنه يعد تقويضا حقيقيا لهذه الشراكة، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تلغي هذه الشراكة تطلعات والقضايا المشروعة وفي طليعتها قضية شعب الجنوب، وأن استمرار هذا التخبط لن يضعف أو يلغي تطلعات أحد بل سيضعف الشراكة نفسها أو يلغيها فقط. وأضاف الغيثي لو كنا متفقين على الوحدة أو أي مشروع آخر ما كان لدينا اتفاق الرياض وحكومة المناصفة وإعلان نقل السلطة ومجلس القيادة وهيئة التشاور واللجنة العسكرية، وأن هذه مسائل تحسمها طاولة التفاوض وعملية السلام، منويا بأن استمرار محاولات القفز على الواقع والحقائق ما هي إلا مضيعة للوقت. وبحسب مراقبين أن هذه التصريحات تأتي تأكيدا على موقف المجلس الانتقالي الجنوبي ضد مشروع اليمننا التي تحاول تمريره قيادات حزبي الإصلاح والمؤتمر وضرب بالشراكة القائمة بين القوى المناهضة لجماعة الحوثي الإرهابية.
وفي هذا السياق عقد بالعاصمة السعودية الرياض لقاء ضم قيادة السلطة المحلية بحضرموت وممثلين عما يسمى بالوفد الحضرمي مع وفد ممثلي بعثة المفوضية الأوروبية باليمن وسفراء دول الاتحاد الأوروبي. بحث اللقاء جهود وفد حضرموت من أعضاء حزبي المؤتمر والإصلاح ورؤاهم المستقبلية في سياق التسوية السياسية القادمة، بوصف حضرموت تمثل شوكة الميزان والنموذج الأمثل للحل السياسي. وذكر مراقبون أن اللقاء بحث عن تأييد لخريطة الطريق التي قدمها الوفد الحضرمي، فيما يرى ناشطون جنوبيون أن تحركات المكونات والأحزاب السياسية اليمنية في الرياض هي محاولة لقلب الحقائق وتحييد الوقائع في حضرموت وتزييف المعطيات الأخيرة التي برزت في تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي في ساحل المحافظة مؤخرا والتلاحم الجنوبي بحضرموت الرافض لمشروع اليمننا. وضمن جهود الولايات المتحدة الأمريكية، أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن السيد هانس غرونبرغ عن مباحثات مع الجانب البريطاني بشأن اليمن. وقال بيان مقتضب لمكتب المبعوث الأممي أن السيد هانس غرونبرغ التقى وزير الدولة البريطانية اللورد طارق أحمد، وزير الخارجية للكومنولث وشؤون التنمية بجنوب آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا والأمم المتحدة وحقوق الإنسان، وناقشا جهود الأمم المتحدة الرامية لتحقيق السلام في اليمن. وأضاف البيان أن الطرفان بحثا سبل ضمان الدعم الإقليمي والدولي المتضافر للدفع بالعملية السلاسية بما يشمل الحفاظ على وحدة مجلس الأمن بشأن اليمن. بدوره أكد المسؤول البريطاني بمواصلة جهود المملكة المتحدة في تقديم الدعم للمبعوث الأممي إلى اليمن من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للصراع، مؤكدا أن المملكة المتحدة تواصل استخدام دورها في مجلس الأمن وفي المنطقة لدعم السلام. وفي مقابلة له على تلفزيون الصين المركزي، كشف المبعوث الأممي هانس غرونبرغ بأن قضية تقاسم السلطة في اليمن بين الشمال والجنوب ستكون جزءا من المفاوضات التي ستجرى مستقبلا، موضحا أن ذلك يعود إلى الأطراف المتنازعة لتحديد ذلك من خلال المفاوضات وإجراءات بناء الثقة. وأكد هانس أن أولويته الأولى هي ضمان اتفاق الأطراف بالدخول في عملية سياسية شاملة ونهج منظم لحل الخلافات من خلال التفاوض، مشيرا إلى أن الدبلوماسية ممكنة والأمم المتحدة ستستمر في إيجاد حل مستدام للصراع وستتمكن من المضي قدما في إيجاد حلول ملموسة حقيقية. وقال هانس أن وقف إطلاق النار الدائم شيء ممكن لكن ليس سهلا، ولا يزال يتطلب تقديم تنازلات من الأطراف من أجل الوصول إلى هذا المستوى من الاتفاق. كما بيّن هانس في مقابلته بأن الوضع في اليمن كان صعبا قبل الحرب، وأن اليمن من أفقر دول العالم وتعرضت لحرب استمرت 7 سنوات، ما يتطلب حاجة مستمرة لدعم المجتمع الدولي في المستقبل المنظور، لافتا بأن المناقشات التي يجريها في الصين هي للتأكد من دعم المجتمع الدولي هل لا يزال قويا قدر الإمكان.